قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يسأل: هل الضار من أسماء الله الحسنى؟ أقول وبالله التوفيق: لم يثبت بذلك خبر من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي يبتلي ويعافي هو الله، لكن اسم الضار لم يرد دليل صحيح عليه، وبالله التوفيق. يسأل السائل عن معنى قول الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. أقول وبالله التوفيق: معنى ذلك: والتمسوا القرب التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى وتوصلكم إليه، وهي الأعمال الصالحة. ابحثوا عن الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله سبحانه، وعن الأقوال الصالحة التي تقربكم إلى الله سبحانه، وكذا النوايا الصالحة التي تقربكم من الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة هنا القرب بالأعمال الصالحة، تلك التي نتوصل بها إلى الله، وبالله التوفيق. يسأل عن معنى آيتين: الأولى قول زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، والثانية قول الخليل إبراهيم عليه السلام: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أقول وبالله التوفيق: إن معنى قول زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنك رب كريم لم تحرمني ولم تجعلني شقيا بالرد والحرمان، فكلما دعوتك أجبتني وكلما سألتك أعطيتني. يسأل سائل وعن قول الخليل: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا يردني ربي بعدم إجابة دعائي ويجعلني شقيا بعدم إجابة دعائي، وبالله التوفيق. يقول: هل تصح صلاة الاستخارة بعد سنة الفجر؟ نعم، تصح صلاة الاستخارة بعد سنة الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. فهذا يتأتى بصلاة سنة الفجر والذكر بعدها، ذكر الاستخارة، أو أي ركعتين من النوافل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. إياكم. أريد أن أسألك مسؤولك: والدتي تصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات، هل ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. قبل الإجابة على سؤالك هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الأصوب عن رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أم الأصوب عن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ أقول وبالله التوفيق: الأولى هي التي وردت بها النصوص. ثانيا، قول دعائك وتعقيب الدعاء بكلمة إن شاء الله غير مشروع،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. أما عن سؤالك عن الصلاة بين أذان العصر وإقامته فلا بأس بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فلا مانع من أن تصلي المرأة أي عدد من الركعات بين الأذان والإقامة لهذا الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. وجزاك الله مثله، تفضل. أخير كريم، أخير كريم شيخنا الكريم، سؤال حكم ما مال تعوضه شركة التأمين لصاحب سيارة سرقت أو حرقت أو احترقت. أنت إذا كنت مجبرا على ذلك، أعني مجبرا على التأمين، فلا بأس أن تأخذ منها ما أعطته لك إذا فقدت سيارتك، لأنه لا يسوغ لنا أن نقول لشركات التأمين خذي ولا تدفعي، فما دامت أخذت إذا تلزم بالذي اشترطته على نفسها، وبالله التوفيق. أما إذا كنت في البداية وسألتني هل أشترك أم لا وأنا مختار، فأقول لك لا تشترك، لكن أجبروك فلك ما ذكرت لك، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز للغلام الذي لم يحتلم أن يؤم أمه في صلاة الليل؟ نعم يجوز، إذا كان مدركا للصلاة، عالما بأحكامها، قارئا للقرآن الذي فيها. قد دل على ذلك أن عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين، وبالله التوفيق. يقول: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من أول كل شهر 3 أيام؟ أقول: الخبر بذلك لا يصح، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أوصى بصيام 3 أيام من كل شهر، أوصى بذلك أبا الدرداء، وأوصى بذلك أبا هريرة، ووصية مشابهة لأبي ذر، لكن في سندها مقال، والله أعلم. هل صح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة الإسراء؟ أقول: الخبر بذلك معلول، وبالله التوفيق. سائل يقول: هل ورد شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة ياسين؟ أقول وبالله التوفيق: لا أعلم أي حديث ثابت في فضل سورة ياسين، فالأحاديث التي منها لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، والتي منها ياسين لما قرأت له إلى غير ذلك، كلها ضعيفة تالفة الأسانيد، والله أعلم. يسأل: هل هناك جمعة كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانه غير الجمعة التي في المسجد النبوي؟ هل كانت هناك جمعة في المدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الجمعة التي في مسجده؟ أقول: لم تكن هناك جمعة في مسجد آخر غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، وأول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة في مسجد جواسة بالبحرين، والله أعلم. والبحرين التي هي الإحساء الآن وما جورها، وبالله التوفيق. يسأل سائل: هل هند بنت عتبة هي أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان؟
أقول بالله التوفيق هند ليست بوالدة أم حبيبة بنت أبي سفيان. نعم هند هي زوجة أبي سفيان لكن ليست هي أم حبيبة، ليست هي والدة أم حبيبة، إنما هي زوجة أبيها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم. أنا لي أخ هو ابن عم. نعم عادي. هو ابن عم وأبي مستبني ابن أخي. لم أسمع جيدا. إن أبي ابني ابن أخي. من ابن أخيك؟ ابن أخي. ماله؟ فكتب له جزء من الميراث. كتبت لابن أخيك جزء من الميراث؟ إي والدي وليس أنا. والدي وليست أنا الذي كتبت. الوالد جدك. نعم. جدك. نعم. كتب لحفيده جزء من الميراث. لابن أخيه. لابن أخيه. ما هو ابن أخيه؟ أي من التبني. طيب. هو متبنيه. رجل ما أشعر في ذلك. رجل كتب لابن أخيه أو للذي تبناه جزء من الميراث وبعد ذلك ما السؤال؟ وحرم ابنته الشرعية. نعم؟ وحرم ابنته الشرعية. وحجب ابنته الشرعية، لماذا كل هذا؟ لماذا صنع والله ذلك؟ والله لا فما سبب من انه لا يحب زوجي. اذا كان ظلمك ياثم. اذا كان ظلمك ياثم، ولكن لا يكتب اكثر من الثلث اذا كانت وصية. لا يوصي باكثر من الثلث، وان فعل حتى في حياته رجعت الوصية وأخذ منها الثلث فقط. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل هل تجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ أقول وبالله التوفيق لا تجوز الاستعانة بالجن المسلم. قال تعالى ولا غير المسلم. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآية. وقد حارب النبي ولم يستعن بالجن، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بالجن، وسحر ولم يستعن بالجن، إنما لجأ إلى الله في كل ذلك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذن حضرتك سؤالين بعد إذنك. نعم تفضلي. هو حضرتك سؤالي الأول، حضرتك سئلت فيما مضى هل يجوز تأجيل طواف القدوم والسعي إلى طواف الوداع؟ حضرتك ذكرت انه يجوز في حق المفرد لانه في حق سنة. لا عفوا تأجيل طواف القدوم الى بعد السعي الى طواف الوداع. القدوم والسعي الى طواف الحجة الوداع. الحجة معتمرة متمتعة او قارنة او مفردة؟ قارنة. لان قارنة لا عليها طوافان. القارنة عليها طوافان، طواف العمرة الاولى و عليها سعي واحد. حضرتك استأذن حضرتك، هي دلوقتي وصلت يوم عرفة على طول على عرفة. إذن هي لن تكون قارنة كده، ستلغي القران هذا وتصبح مفردة. وإذا ما لغيتهوش وكانت إن هي قائمة على القران. لا تكون اعتمرت يا أختي خلاص. طب هو كده الحج انتهى، ماذا يلزمها بالنية دي؟ ولا يلزمها شيء، حجت فقط لم تعتمر. طيب جزاكم الله. لكن ذبحت دم ام لا؟ نعم. لا بأس. السلام عليكم. يسأل عن حكم او عن الفارق بين الكاهن والساحر.
الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، يدعي علم الغيب، الساحر الذي يظهر للناس الأشياء على غير حقيقتها. قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا وبالله التوفيق. يسأل: هل تجوز صلاة الجنازة على أي غائب حتى لو صلي عليه في بلده؟ المسألة من مسائل الخلاف السائغ بين العلماء. يرى الإمام الشافعي رحمه الله جواز ذلك وإن صلي على الميت، يرى جواز الصلاة على الغائب للآتي ذكره. قال: لأن النبي صلى على النجاشي، وأيضا إضافة إلى ذلك إن الصلاة عمل بر ينتفع به المصلي وينتفع به الميت. ثالثا أن النبي لم ينهى عن ذلك، وهذه بعض حجج الشافعية. والمالكية يرون الخصوصية بالنجاشي وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وفرق ابن تيمية رحمه الله فقال: الغائب الذي صلي عليه لا نصلي عليه، والذي لم يصلى عليه صلينا عليه. فالأمر في ذلك واسع للأدلة التي سيقت، والله أعلم. يسأل سائل: هل قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة أم مستحبة؟ أقول وبالله التوفيق: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة، ليست بواجبة، وبالله التوفيق. ولذا ورد عن ابن عمر أو عبادة بن الصامت أنهما كانا لا يقرآن الفاتحة في الصلاة على الجنازة، لكن ابن عباس جهر بها ذات يوم وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن صحة حديث: اكتموا الخطبة وأعلنوا النكاح، الحديث ضعيف جدا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فكيف يعرف أن أخوه خطب إلا إذا كانت الخطبة أعلنت؟ والله أعلم. سائل يسأل يقول: لي أخت تخرج متبرجة، نصحتها مرارا وامتدت يدي إليها بالضرب، ولكن أبي قال: ليس لك بها دخل. القول قولي، وكادت أن تحدث مشكلة بيني وبين أبي، ماذا أصنع؟ أقول: المسؤولية الأولى على والدك في هذا المقام، فإذا كنت عجزت والأمر سيحتدم بينكما، واصل النصح والتذكير، أما الضرب فدعه، والوالد يسأل أمام الله عن ذلك، وبالله تعالى التوفيق. يقول أخو السائل: هل يجوز أن أتجسس على ابني لمعرفة سلوكه الشخصي، إذ أنه مرتبط بفئة ليست بصالحة؟ وقصدي من هذا التجسس الوقوف على حال ابني وإصلاح الولد. إذا كان هذا مبتغاك فلا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب في طائفة من أصحابه إلى بيت ابن صياد لما انتشر أن ابن صياد هو الدجال، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي النخلة حتى وصل إلى ابن صياد كي يراه وهو نائم، لكن أمه أيقظته وقالت: يا صافي، هذا محمد. قال العلماء: يجوز إذن التجسس على أهل الريب لدفع شرورهم، وبالله التوفيق. يقول أخو السائل:
كيف الجمع بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب وما ورد من أنه كان يشرب سلسا ويتنفس بينها؟ أقول كان تنفسه خارج الإناء ليس في الإناء فعليه لا إشكال، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. والله إنا نحبك في الله، نسأل الله أن يحفظك وبارك في عمرك وجعل عملك كله خالص لله. وإياك وإياك والسامعين والسامعات، تفضل. آمين. والله في حدثني صديق لنا عن حديث، فأنا أشكك في صحة الحديث، فحبينا يعني تفضل نعلم من حضرتك يعني تفضل مدى صحة الحديث. الحديث طويل، ففي معناه أن الله سبحانه وتعالى أوقد النار 1000 عام حتى أحمرت إلى آخر الحديث، حتى أن فيها تحديد مكان لأهل النار، لأهل يعني لليهود وللنصارى، فماذا صحة الحديث؟ لا يصح لا يصح لا يصح. نعم. بارك الله فيكم. لا يصح الخبر إن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، وألف سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى سودت إلى آخره، لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. الله يجعلكم يا شيخان الفاضل المسلمين مشفين لربهمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وإياك والسمعين والسمعات. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رأيت في منامي فتح قبر أمامي. نعم. وجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت أبكي. أبكي وأنادي على ابني كي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه فأخذ صوت. الرسول يبتسم لي. عموما أختصر في المقام لأن المقام ليس تفسير الرؤى، لكن لأن المتصلة رأت رسول الله فحق لها أن نستمع. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الذي يدعي أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى تكون رؤياه حق يلزم ما يلي: أولا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، فإذا رأيت زنجيا في المنام ليس هو برسول الله. الرسول على خلق عظيم، إن رأيت شخصا بذيء الأخلاق ليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، فإذا جاء شخص قال أنا رأيت الرسول وقال لي لا تصلي، كلامه لا يقبل، كلامه لا يقبل، وليس هذا برسول الله الذي قال لك لا تصلي. ثالثا أن يكون المخبر صادقا الذي أخبر بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، دلوقتي انا عندي ولدين ازهريين في اولى وثانيه ثانوي، كانوا بيصلوا هم صغيرين عادي، دلوقتي رافضين الصلاه ده تماما، اعمل معاهم ايه؟ انصحي قدر الاستطاعه مع الدعاء لهما مع تذكير والديهما بذلك لعل الله ان يصلح، فعليك بالدعاء وابذلي قدر استطاعتك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عايز منك سؤالين بس. تفضل. السؤال الأول، أنا استلفت واحد من واحد هنا صاحبي فلوس في السعودية. نعم. استلفت فلوس من واحد صاحبي في السعودية. اقترضت بالمصر. اقترضت أموالا من شخص في السعودية. بالضبط. كوني بالمصر دلوقت وأريد أن أحولها له. فالحوالة دي عليها فلوس. ها؟ الحوالة عليها فلوس، أقسم الحوالة من فلوسه ولا حولها له من فلوسه؟ يا أخي الرجل أقرضك 1000 ريال مثلا
وأنت تريد تحول له الألف ريال والحوالة عليها 20 ريال مثلا رسوم، كيف تحمله هو الخسارة؟ كيف تحمله؟ المفترض أنك تذهب وتسلمها إليه، فلا لا تغرمه الله يكرمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بارك الله فيك. السؤال الثاني بعد إذنك. نعم، بس اتق الله في نفسك وفي مالك وفي العباد. ما الغرض من قول الله عز وجل عندما قدم السجود على الركوع عندما خاطب السيدة مريم؟ يذكر بعض العلماء سببا لتقديم السجود على الركوع في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال بعض العلماء والله أعلم بمراد نفسه، قالوا إن هذا فيه إشارة إلى أن الأقرب للمرأة أن تصلي في البيت، لأن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن شهدت الجماعة جاز لها ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا بحكي معك من السويد. اتفضل. زوجتي درست تمريض. نعم. وإحنا زوجتي درست تمريض. زوجتك تعمل في التمريض. في التمريض. وبعد. وإحنا مسلمين وملتزمين يعني. طيب وبعد. هي لما تعمل في التمريض في مجال التمريض لازم تكون لابسة نص كم. لازم تكون لابسة نص كم، وبتقدم للمرضى كمان الأكل، بكون في الطعام بكون في اللي هو اللحوم، لحوم الخنزير. بدنا الوجه الشرعي في أنصحها بترك هذا العمل. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ نعم ثبت ذلك في الصحيح، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل اتفضل. أشهد الله أني أحبك في الله أولا يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا ماليش سؤال يا شيخنا، أنا كل بس اللي طلبه من حضرتك، عايز من حضرتك في إيجاز توجه رسالة للأمة الإسلامية يعني لدحض المنكرات التي ستقام هذه الليلة، فأستحلفك بالله يا شيخنا أن توجه الرسالة كما تنبغي. هذا واجب، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يذكرك بكل خير. أقول مستعينا بالله عز وجل إنما يحدث في هذه الليلة من منكرات واختلاط بدعوى الاحتفال بعيد رأس السنة كله أمر دخيل على الإسلام، لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، ولا يجوز الاختلاط بحال من الأحوال. وكذلك نحن مسلمون لنا أعيادنا، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأعياد شرعها الله، ودل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون في يوم عيد وسأل، قالوا هذا عيد لليهود يا رسول الله، قال إن الله قد أبدلنا خيرا منه الفطر والأضحى. فالعيدان اللذان لنا العيدان هما الفطر والأضحى، هذا وللنصارى أعيادهم ولنا كمسلمين أعيادنا، ولا يصح أن نخلط هذا في ذاك. فلنا ديننا ولنا سمتنا ولنا شريعتنا ولنا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأحذر أهل الإسلام من أن يضيعوا دينهم وأن يضيعوا أخلاقهم ومن أن يرتكبوا المحرمات والفواحش، ويستهلوا وأحذرهم أن يستهلوا عامهم بمعصية الله سبحانه وتعالى.
فالزموا تقوى الله يا أهل الإسلام، الزموا تقوى الله يا أهل الإسلام، الزموا تقوى الله يا أهل الإسلام. ونسأل الله أن يهدي النصارى للدين الحق، دين الإسلام، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بعث بكل أمة الرسول، هل أوروبا فيها رسول والصين واليابان أو لا نعلمهم؟ الأخ يسأل هل الصين لها رسول وأوروبا لها رسول؟ رسولنا محمد هو الرسول الخاتم لكل الأمم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. هذا رسولنا بعث للأحمر والأسود وهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى يأمر رسوله أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ليا جارة ساعات أطلب منها أنها تجيب حاجة من البقالات الكبيرة دي، فساعات بتجيبها بالفيزا أو أنا أشك في كده، فهل أنا محسبها نقدا ده في شبهة ربا؟ عفوا، ساعات تجيبها ماذا؟ بالفيزا. بالفيزا يعني أنت تطلبين من جارتك مثلا معها طلبات وهي جاية أن تشتري لك شاي أو مكرونة مثلا، فهي تشتريها بفيزتها وتعطيك أنت وتأخذ الثمن منك. أيوة، لا إشكال في ذلك. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف حالك؟ لباش؟ الحمد لله طيب لله الحمد. الشيخ عندي سؤال، أن زوجتي يعني دارت عملية خلع في محاكم الوضعية، وفي حالة كنت غايب يعني في غياب. زوجتك تختلع منك في محاكم وضعية وبعد ذلك؟ بعد ذلك يعني مسألة هل يعني تم الخلع أم لا. طيب عفوا، ماذا تصنع زوجتك إذا كانت تكرهك ولا تستطيع البقاء معك؟ ماذا تصنع؟ لا هي لا، أقعد أفترض سؤالا، يعني هب أن أختك تكره زوجها، ماذا تصنع أختك؟ نعم تصنع خلع مع عمك. نعم يعني تصنع خلع مع عمك. إذن يجوز للمرأة أن تطلب الخلع، فإن أبى الزوج رفعت أمره للقضاء على أن ترد له حقوقه التي أعطاها إياها إذا كانت المسألة خلعا ولم يكن طلاقا للضرر. أما إذا كان طلاقا للضرر فتكون قضية يسمع من الطرفين ويحكم بناء على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم معلش أنا آسف، رؤية، أنا عارف البرنامج فتاوى بس هي رؤية. كنت داخل دورة المياه فالتف على رجلي اليمين تعبانين ماشي يا مولانا، فوالدتي بتخبط من بره قلت لها استني ده لازم عشان التعبانين دول يمشوا هيحصل تزاوج بينهم وهم على رجلي مكفوفين، فمشوا التعبانين بالفعل اتلفوا. لا تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك، لا تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك، فالرؤيا الطيبة المستحبة للنفس هي من الله، والرؤيا التي فيها قاذورات كهذه دورات المياه وحشوش وثعابين ونحو ذلك في الغالب تكون من الشيطان لتخويف العباد، بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. هذا سؤال، هل شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف، وهل باله وهو واقف، وكم مرة؟ يا سلام، هذا الذي يعني جادت به نفسك لا ترد السلام وتسأل أسئلة كهذه. على كل، نعم شرب النبي قائما، شرب النبي قائما كما في حديث علي أنه توضأ في رحبة الكوفة
وشرب قائما، وقال إن هناك من يزعم أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما، ثم شرب علي قائما، وأيضا شرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم. هذا وعن البول قائمة، فجائز إذا أمن الشخص أن يرتد إليه الرذاذ، ذلك لحديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، والله أعلم. السلام عليكم. على الأخ السائل السابق أن يرد السلام إذا ألقي عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، ما صحة حديث الجساسة وما هي معناه؟ السؤال الثاني، الجساسة حديثها في صحيح مسلم، والجساسة اسم للدابة التي رؤيت. السلام عليكم. نعم، ما السؤال الثاني؟ حديث الجساسة في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه. يسأل عن معاوية رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنات، هل كان من كتاب الوحي أم كان كاتبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي أعلمه بالسند الثابت أنه كان كاتبا، أنه كان كاتبا لرسول الله، وهذا لا يمنع أن يكون كان يكتب له الوحي أيضا. هذا وقد قال أبو سفيان: يا رسول الله، ابن معاوية اتخذه كاتبا لك. وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليكتب له أكثر من مرة في الحديث المعروف. السلام عليكم. يسأل الأخ السائل عن صحة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال: ثلاثة لا ترد، الدهن واللبن والوسائد، الحديث معلول محكوم عليه بالنكارة، عله أبو حاتم الرازي، أما الدهن الذي هو الطيب فله شاهد في صحيح مسلم: من ورد عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخنا. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخنا. في رؤيا رأيتها قبل كم يوم، وكأني كنت مع الوالدة ومعي أختي، ثم لما هممنا بالانصراف أمسكت بيدي أختي حتى تخرج الوالدة، ثم أخبرتني قالت بأن لك بشارة عند الوالدة، وأنا ما أقدر أقولها لك، يعني كأنها يعني ما تبغى تقول البشارة لجل الوالدة تعطيني هي البشارة، وكأنها فرحة وأنتهت الرؤية على هذا الشيء. الله يحفظك. على كل، بارك الله فيك، بشارة عند الوالدة شيء طيب في الرؤية، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبشرك بما تحب وبما يرضيه. هذا، وأكرر أن المقام ليس مقام تفسير رؤى، إنما هو فتاوى. السلام عليكم. سائل يسأل عن من فاتته سنة الفجر متى يصليها؟ له أن يصليها بعد الفجر، وهذا من أقيسة الشافعية على أن النبي لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، وبعد العصر وبعد الفجر وقت نهي. قالوا: فمن باب أولى إذا فاتتك سنة الفجر أن تصليها بعد الصبح، لأن وقت الصبح ما زال قائما. هذا، وبالله تعالى التوفيق. وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة وهدى، وأن يرفع بها راية الإسلام والمسلمين. هذا، وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وأن يمسكهم بشريعته إخوة متحابين في الله. هذا وأذكر أهل الإسلام أن المسلمين في كل مكان إخوة لا تفرقهم حدود. المسلم لا يقال عنه أبدا أجنبي، المسلم لا يقال عنه أجنبي في بلاد المسلمين. فالمسلم اليمني في السعودية، والمسلم الكويتي في مصر، والمسلم الأسترالي في ليبيا، كل المسلمين إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعيب عليكم يا أهل الإسلام أن تصفوا إخوانكم أهل الإسلام الذين في بلادكم بأنهم أجانب وتفرقوا بينكم وبينهم. فإن النبي لم يفرق بين صهيب وبلال وعمار وسلمان وبين حمزة وعلي وغير هؤلاء، بارك الله فيكم. هذا وختاما أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.